ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسوش نعمل لايك ونشترك في القناه. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. واحتفال ياسمين عمري بعيد ميلادها، وطبعا كان من الحاضرين مروه بشوشه اخت امل بشوشه وكمان وحيده وكتير من النجوم وحياه، ورقصوا كلهم على الدبكه اللبنانيه. ومش بس كده كمان، واعرضت عيد ميلادها كله، وطبعا ظهرت باكتر من اطلاله، اطلاله لونها فوشيا واطلاله لونها اخضر، وطبعا حازت يعني اعجاب الجميع جدا الاطلالتين، وقالوا يعني هي تشبه الملكات لان هي منسقه جدا جدا مع الديكور، وكان عيد ميلاد روحه خفيفه. وعرضت عيد ميلادها كله ورقصتهم كمان على اغنيه ديجي اللي هي طبعا ديسكو ميغ، الأغنية بتمثل التراث الجزائري، وهي كل وصفها ان هي اطلالاتها اطلالات ملكية جدا جدا، وكان شكلها رائع لدرجة ان في ناس معرفتهاش وشككت ان مش هي، ولكن هي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.